الخبر الاولي عاد عن مصطفى ريدر واغنيته الجديده اللي سواها القمر الطايف. ريدر نزل شويه ستوريات قاعد يقول بيها انه يطلب من متابعينه انه يكتبون كلمات عشوائيه وراح يسويها عباره عن اغنيه. فقمر الطايف يا حبايب كتبت له مثل ما شايفين انه شريد دائما منتج ونمت بالغلط. الساعه بالسبعة الصبح قعدت لقيت زوزي جرجر بشعري كفختها وما قبلت تروح وقالت لي مياهو. فريدر يا حبايب سواها الاغنيه وصراحه الاغنيه كلش خرافيه، راح احطكم اياها حبني تسمعها. كنت دائما تجنب بالغلط قعدت الساعة سبعة، قعدت لقيت زوزي جرجر بشعري سبب لي صدعة، ما قبلت تروح وقالت لي هنا مياو مياو مياو. فكرة احباب بالكومنتات، تتوقعون يمكن قمر تسوي اغنية ويا ريدر، تسوي اغنية خرافية بعض؟ ما ادري اكتبوا بالكومنتات شنو تحمسكم للموضوع. بيضاف ان قمر يا حبايب طلعت ويا ايمون ونزلوا مقطع ويا بعض انهم متصالحوا وصاروا ويام خطوة ويا بعض، وصاروا يقولون انهم كانوا قبل من زمان هم متصالحين مشان يلتقون ويا بعض بالسر. التأكيد على كلامي كنت اقول لكم اياه بالسابق انهم كانوا يلتقون ويا بعض وكنتوا تهجمون علي تقولوا لي كذاب. اكل الف مبروك على الصلح، واكتبوا لي بالكومنتات هل انتم فرحانين بهذا الخبر او لا. ننتقل حاليا نور سار واخلي اعلانها على المفاجاه الخرافيه مالتها واللي هي طلعت برا الاعلان طبعا. نشرت بعنوان الفصل الثامن جدت علي من خلالها يا حبايب انه على بدايتها الجديده بالسنه الجديده اللي هي 2022 وهي شركه جالكسي. بعد ما نزلت شويه ستوريات قالت علي من خلالها يا حبايب انه راح تسوي اغنيه جديده، وهذه الاغنيه راح تعلنها شو وقت راح تنزل بالفتره الجايه. اسالكم قريبا راح اعلنكم عن اغنيتي وتاريخ تنزيلها، سو اليوم عم قولكم يا بعد جونا فيلم فيستيفال ان شاء الله، بس اروح اخلص جونا فيلم فيستيفال بس ارجع راح اعلن لكم عن موعد تنزيل اغنيتي وشو وقت حتنزل. حتنزل لكم شيء يجنن لانه صار لي اشهر اد اشتغلكم على الاغنيه، بس سوري ما اقدر انزل لكم الاغنيه الا ما انزل لكم الفصل الثامن قبل. ف ننتقل حاليا لبيسان وانس شايب واخيرا التقوا ويا بعض يا حبايب، فنزلوا تيك توك ويا بعض نوعا ما انس ويا بيسان. تيك توك صراحه فيه ضحك راح احط لكم اياه شوفوا، ولكن ممكن يكون هذا التيك توك مصور من قديم يا حبايب وانه حاليا يحتون ويا بعض، ولكن ما ادري اكون راح احط لكم الفيديو شوفوا. انت عامل فولو لصاحبي على الانستغرام؟ هو عامل لي فولو فعملت له فولو باك. شو فيها؟ اي حد بيعمل لك فولو باك ترمي حالك عليه، ما عندي بعطيك شويه اكستنشن ترمي حالك عليه. كملي ليش هيك؟ يلا كملي كمل انت يلا. انت الحكي كله بعد أيوة. ولك اوكي جد اني خلص اي حدا بعتمل لك فولو بتعملي فولو باك، اي حدا بعطيك شويه اكستنشن تعملي له واطيه خلص رب الدنيا. طبعا يديهم البعض يا حبايب اكتبوا لي بالكومنتات فرحانين او زعلانين بهالخبر. ننتقل حاليا لياسو وش الغريب اللي سوته، وهل يا ترى راح ترجع الريدر؟ فيا حبايب نزلت هالتيك توك نوعا ما هي كانت اغنيه لويسام تكت، نوعا ما قاعد تقصد انه هو يحب بيسام تكت ويدلع حبس بسبوسه. وش الاغرب يا حبايب انه ياسو اليوم رجعت هذا الفيديو اللي ويا ريدر، اللي هو هذا الفيديو يا حبايب كان مسويته قبل ولما صارت الخلاف بينها وبين ريدر حذفته وحاليا رجعتها على سبب التيك توك. فتوقع يا حبايب ممكن يرجعون لبعض، ما ادري اكتبوا لي بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع. بس والله حبايب نوصلت المقطع، ما عجبكم نسوا تفجروا هذا بقطع بلايكات وبس. جلكم في الزمن قادم هيك القصص، مع السلامة.